وزير الري الإثيوبي وتحذير عاجل من الفيضانات على دول المصب. والداخلية المصرية تكشف عن صدمة قيام أم بقتل أطفالها الثلاثة في خطة مع عشيقها. وإضاءة الهرم الأكبر وقلعة محمد علي بالأزرق والبرتقالي تعرف على السبب في التفاصيل. وعاجل ننشر تفاصيل أول الجهات الحكومية التي ستنتقل إلى العاصمة الجديدة وموعد انتقالها. عاجل، الآن مصر تعلن الاستنفار بعد تحذير إثيوبيا، والإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل الدعم وأسعار الوحدات بمبادرة التمويل العقاري، وننشر أيضا لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. وعاجل تحركات مفاجئة في وزارة الداخلية المصرية ونقل عدد كبير من القيادات الكبرى، بننشر لحضراتكم التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 1000 لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل اكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل اول خبر معانا. والداخلية المصرية تكشف عن صدمة قيام ام بقتل اطفالها الثلاثة في خطة مع عاشقها. كشفت تحريات المباحث المصرية تفاصيل واقعة تسمم اسرة مكونة من 4 افراد في قنا، وهم الاب واطفاله الثلاثة، بسبب شربهم عصير المانجو. التحريات أوضحت أن الأم قدمت جرعة سم مركزة لزوجها وأطفالها، فمات الأطفال في الحال، بينما نجا الزوج بأعجوبة بعد إصابته بإصابات بالغة نقل بسببها إلى مستشفى قنا المركزي، وأجريت له الإسعافات الأولية داخل مركز السموم حتى استقرت حالته الصحية. لافتة إلى أن الأم والعشيق أعد خطة الجريمة قبل تنفيذها بثلاث أيام في قرية البيجة بفرشوط. وفي التفاصيل قالت تحريات المباحث ان السيدة قاتلة اطفالها كانت تربطها علاقة غير شرعية بعشقها منذ عدة اشهر، وكانت تقابله مرة اسبوعيا، ولما بقى بينهم علاقة قوية تكررت على مدار 6 اشهر متصلة، وضعت الزوجة وعشقها خطة للتخلص من جميع افراد اسرتها، وهي القتل بالسم، وبالتالي تخرج الزوجة والعشيق من القضية بزعم أن العصير كان منتهي صلاحية. أشار إلى أن تلك الخطة لم تمر وفق رؤية العشيقين بسبب تعدد روايات الزوجة التي ذكرت أن الأطفال تناولوا عصير منتهي صلاحية من محل بأهل لا تعرفه، لأن الأطفال هم من قاموا بشرائه. ولكن التحريات كشفت كذب تلك الرواية بعد مراجعة جميع محال البقالة القريبة من منزل. التحريات أفادت بأن الأم تسلمت 4 علب عصير مانجو، وأفادت التحريات أن الأم تسلمت 4 علب عصير أحضرها عشيقها إليها بعد أن وضع جرعة سم مركزة فيها وأخذتها ولم تتردد في قتل أطفالها. وضح أنها قدمت لهم العصير وتركتهم يصرخون أمامها حتى مات الأطفال، وحضر جيرانها على استغاثة الأب ونقلوه إلى المستشفى لإسعافه. المصدر معانا كامل الوطن طبعا، يعني حادثة صادمة ان ام تقتل اطفالها عشان عاشقها. دي حاجة يعني احنا جديدة، احنا بنتطور. يعني احنا زمان كنا بنسمع ان الست الخاينة وعاشقها، الست باتفاق مع عاشقها بيقتلوا زوجها، فده شيء يعني تطورنا، والست بقت تقتل اطفالها وتشوفهم وهم بيموتوا قدامها. لا، وكمان يعني ما تتحركش او تطلب الاسعاف او تطلب مستشفى، لا تسيبهم يموتوا قدامها عشان عاشقها. ان شاء الله تاخد جزائها، ان شاء الله باذن الله تاخد جزائها، وقضاء المصري عادل. ننتقل مع بعض الخبر اخر. ووزير الري الاثيوبي وتحذير عاجل من الفيضانات على دول المصب. اعلنت اثيوبيا ان كميات الامطار التي تصل الى سد النهضة الاثيوبي بلغت اكثر من 6000 متر مكعب في الثانية، مما يحتمل أن يكون هناك فيضانات محتملة. وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي بكيلي قال إن موسم الأمطار الحالي في أمطار الغزيرة في المرتفعات الإثيوبية، وتبلغ الكميات التي تصل إلى سد النهضة الإثيوبي حاليا أكثر من 6000 متر مكعب في الثانية، مما يحتمل أن يكون هناك فيضانات محتملة على مجرى النهر.
الوزير أضاف أن سد النهضة هو حارس لدولتي المصب من خلال تقليل الفيضانات وزيادة المياه أثناء الجفاف، ولكن ليس مهددا. وأشار أن أولئك الذين يتهمون إثيوبيا خطأ يجب أن يقدروا استثمارها المفيد ليس لإثيوبيا فحسب بل للمنطقة أيضا. مصدر معنا كان من وكالة الأنباء الإثيوبية، يعني إثيوبيا الآن مبسوطة أو فرحانة إن في فيضان. يعني حضراتكم لو تعرفوا لو في جفاف في هذه الفترة في بناء سد النهضة، كان زمان سد النهضة يعني أعتقد بنسبة كبيرة ما كانش موجود الآن. ولكن إحنا على ثقة كبيرة بقيادة سياسية إن شاء الله في حل هذا الملف. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وإضاءة الهرم الأكبر وقلعة محمد علي بالأزرق والبرتقالي تعرف على السبب معانا. وأضاءت مصر الهرم الأكبر في الجيزة وقلعة محمد علي بالقاهرة بالأزرق والبرتقالي بمناسبة اليوم العالمي للكبد الموافق 28 يوليو من كل عام، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي السياحة والصحة. وقال مدير منطقة أهرامات الجيزة أشرف محي في تصريح إن هذا التقليد جاء أيضا احتفالا بالقضاء على فيروس سي في مصر، أحد أهم الإنجازات التي حققتها مبادرة 100 مليون صحة. المصدر معنا كان من RT، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر إلهامه العاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل بننشر تفاصيل أول الجهات الحكومية التي ستنتقل إلى العاصمة الجديدة وموعد انتقالها. حددت الحكومة المصرية أول الجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وضح أن في 4 إدارات ثم مكاتب الوزراء ستنتقل إلى هناك. الحكومة المصرية قالت إن بداية الانتقال الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة ستكون خلال الربع الأخير من عام 2021. ونقل مركز معلومات الوزراء عن صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قوله إن أول المنتقلين من الحكومة إلى العاصمة الجديدة ستكون الإدارات المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والإدارية والهندسية لتسليم المقار الحكومية. وأضاف أنه بعد الفئة الأولى في الانتقال للعاصمة الجديدة، كل من مكاتب الوزراء والمكاتب الفنية، بعدهم على طول ينتقل الموظفين المختارين للانتقال للعاصمة الإدارية. الحكومة لفتت أن عدد الموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الجديدة بلغ 40,994 موظفاً يمثلون 119 جهة حكومية. مصدر معانا كان من الوطن. أعتقد أن 40,000 يعني تقريبا نص الموظفين في مصر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر إلهام والعاجل. جينا لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ومتقلتش عليكم إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد وقريب. كان معكم إسلام، إن شاء الله تكونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.